الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب وبطل السلام، قال عنه الرئيس الأمريكي فورد إنه من أعظم زعماء العالم. معنا ويشرفنا اليوم أن نلتقي بالسيدة جيهان السادات. أهلا بحضرتك يا فندم على شاشة النيل الأخبار. أهلا بيك. أهلا بيك. يعني قرار حرب أكتوبر كان من أصعب القرارات والقرارات المصرية التي اتخذها الرئيس أنور السادات. ما هي الأسباب التي جعلت الرئيس ينتصر في هذه الحرب؟ أنور السادات أخذ هذا القرار لأنه لم يتصور أنه رئيس مصر ورئيس بلد جزء منا محتل، كان لا يمكن أن يقبل هذا. إيمانه بربنا، إيمانه بالجندي المصري اللي حارب وانتصر، لأنه هو الجندي الحقيقة اللي عنده الشجاعة، اللي اتدرب مظبوط، خطة سليمة، تدريب، تنويه، يعني شوف تمويه، كل شيء درس درس، وكل واحد مختص في 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 حاجة درسها وعملها. يعني الخطة اتعملت بمجموعة المتخصصين في كل في مجاله. كيف استطاع الرئيس أنور السادات أنه يخدع تل أبيب؟ الخدعة اللي اتعملت، وخصوصا أنه يختار يوم كيبور وهو عيد عند اليهود وبيحتفلوا ومشغولين وملخومين، فطبعا كل الحاجات دي كانت من اللي عملت هذا الانتصار. لكن الجندي المصري هو اللي سبب هذا الانتصار. ما هو دور جيهان السادات في نصر أكتوبر وحرب أكتوبر؟ أكيد حضرتك كان لك دور عظيم. هل كنت تعلمين أن هناك حرب قادمة؟ أعلم أن في حرب قادمة طبعا، كلنا كنا عارفين، وكان بيقولها الرئيس على الملأ يعني في التلفزيون وفي الخطب وفي كده، أن أنا هحارب إسرائيل، مش هترك أرضي محتلة، لكن إمتى والمعاد لا، دي حاجات أسرار حربية يعني. كيف تلقى الرئيس الراحل أنور السادات خبر استشهاد أخيه عاطف السادات؟ صدقيني أنا اللي قلت له يعني جبتها له مدرجة الأول، قلت له بيقولوا عاطف مفقود، بيقولوا عاطف مش لاقيينه، وبعدين في الآخر قلت له أظن إن هو استشهد، فقال لي بس كده، وعاطف كان عزيز عليه قوي لأن أخوه الصغير يعني، فبس كده وقال لي أي واحد في ولادي يستشهد فهم كلهم أولادي، يعني أي جندي يستشهد فهو زي عاطف بالضبط، ما فيش عاطف مش أميز من أي جندي يستشهد من أجل مصر. كيف كان رد فعل الرئيس الراحل أنور السادات عندما طلبت منه أن يرتدي السترة الواقية يوم احتفال نصر أكتوبر؟ رفض وقال لي لا أنا مش هلبسها، والعمر واحد، وده يعني مش هتزودي لي دقيقة في عمري ولا تاخدي منه دقيقة، وفريدي جات لي في راسي هلبس إيه على رأس، يعني رفض. هو كان مؤمن زيادة وعارف إنه هو يعني دي حاجة بتاعت ربنا، ما تيجي ولا قميص واقي ولا حاجة هتحميه. هل بناء متحف للرئيس الراحل أنور السادات بجانب المنصة ما زالت أمنية لدى جيهان السادات؟ أتمنى طبعا، أتمنى جدا جدا أن أنا أشوف له متحف في أي حتة، يعني جنب الضريح بتاعه اللي مدفون فيه جنب، وعايزة حاجة بسيطة، مش حاجة ضخمة مكلفة، لكن يمكن ظروف البلد لا تسمح الآن، لكن بعد شوية ربنا يقدرني وأكون عايشة ونقدر نعمل له حاجة. ما الذي لا تعرفه الأجيال الحالية عن نصر أكتوبر؟ لازم الأجيال الجديدة تقرأ عن نصر أكتوبر. نصر أكتوبر بيدرس في العالم الخارجي، وحاجة الحقيقة ما حصلتش قبل كده، بعد هزايم متكررة قبل حرب أكتوبر كان في هزايم قبل كده، وإسرائيل متفوقة من ناحية المعدات والجيش والتدريبات، فالجندي المصري كان عنده من الشجاعة والقوة إنه يتغلب على كل هذا، لأنه صاحب مبدأ وصاحب أرضه وصاحب حق. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري.
السيدة جيهان السادات، كيف تتخطى مصر الأزمة التي تمر بها خاصة مواجهة الإرهاب؟ نتخطى الأزمة أولا بالاتحاد، نتحد كلنا إيد واحدة بالعمل عشان ننهض بمصر. مصر مش عايزينها تحصل البلاد المتقدمة، عايزين مصر تعاصر التكنولوجيا الحديثة. العالم بيتطور تطور خطير خطير، نفسنا مصر تبقى كده وهتبقى كده إن شاء الله، لكن مش بالكلام، بالعمل، باتحادنا كلنا، بمحاربة الشائعات اللي بتنزل تعمل بلبلة، نفسهم يعملوا بلبلة في وسطنا. لازم نحارب الحاجات دي ونقف ضدها على طول. كلمة للجندي المصري والقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر. الجندي المصري النهاردة بيحارب حرب شرسة شرسة. في 73 كان معروف العدو بتاعنا فين وبنحاربه وباين قدامنا. النهاردة العدو بتاعنا مش باين، بيخش في وسطنا ويقتل جنودنا ويقتل أولادنا. الحقيقة أنا بقول للجندي في الجيش، كلنا وراك وإحنا بنحبك وبنقدرك، وإنت اللي حمينا ومخلينا عايشين في أمان. إنت الجندي اللي على الجبهة، اللي بيموت وبيستشهد علشان إحنا نعيش. وكذلك الشرطي، الشرطي اللي هو في الداخل وأيضا في سيناء بيحمينا برضو ومخلينا عايشين في بيوتنا آمنين. ربنا يحمي الجيش ويحمي الشرطة، لأن من غيرهم ما تبقاش في بلد. وكل ما كان الجيش قوي كل ما مصر بقت قوية، وكل ما الشرطة بقت قوية كل مصر بقت قوية وليها احترامها. شكر خاص للحوار الرائع معك على شاشة قناة النيل الأخبار، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا.